نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، كنا قبل زهاء أشهر سبعة قد طرحنا موضوعا تحاماه كثير من العلماء والفقهاء لقرون متطاولة، ألا وهو موضوع القول في زواج الصغيرة التي لم تبلغ. وانتهينا فيه بفضل الله تبارك وتعالى إلى ترجيح مذهب غابر وقول دارس لاثنين أو لثلاثة من علماء الإسلام في مقابل آلاف العلماء الذين يمثلون المذاهب التسعة المتبوعة والمشهورة، أن ذلكم مما لا يسوغ ولا يجوز. وشاء الله تبارك وتعالى أن يثار هذا الموضوع بعد ذلكم في أكثر من عاصمة وفي أكثر من سقع عربي وإسلامي، حتى في المملكة العربية السعودية أيها الإخوة. ولعل التوجه الإسلامي
علميا فيها هو من أكثر التوجهات محافظة وتقليدية، حتى في المملكة أثير هذا الموضوع، وخرج علينا باحثون ودارسون وأهل علم وفكر أيها الإخوة يصدعون بأن هذا مما ينبغي أن يعاد النظر فيه، وأنه مما لا يسوغ ولا يجوز، وهذا شيء طيب في أكثر من عاصمة عربية. ولنا بحول الله تبارك وتعالى اليوم عودة إلى هذا الموضوع، ولكن من زاوية أخرى، أو إلى موضوع قريب أيها الإخوة. إنه ليس القول في زواج الصغيرة التي لم تبلغ، وإنما في زواج البالغة العاقلة الراشدة، ولكن مع تفاوت عظيم جدا وتباين أيها الإخوة في السن، كأن يتزوج ابن 70، وربما في بعض الحالات التي قرأنا عنها وطلعتنا بها الوسائط الإعلامية المختلفة أكثر من ذلك أيها الإخوة، من يكون أكثر من 70 ويتزوج بنت 15 أو بنت 20، وهذه داهية ما لها من واهية. أيضاً للأسف الموقف التقليدي يتلخص ببساطة في أن هذا مما يحل، في أن هذا مما يحل ويسوء، وليس عندنا ما يمكن أن نقيد به هذا الأمر أيها الإخوة من نص أو حتى من اجتهاد معتبر لإمام يعتبر قوله وخلافه، أي خلافه معتبر كما أيضاً يعتبر قوله، ومن لا يعتبر قوله لا يعتبر خلافه، معروف أيها الإخوة. فلا بد أن نعيد النظر في هذا الموضوع أيها الإخوة، وأن نفتحه لعل الله تبارك وتعالى يوفق فيه إلى قول وإلى رأي وإلى اجتهاد ينصف المرأة المسلمة، التي ما زال كثير من العرب والمسلمين يصرون على أنها لم تظلم وليست مظلومة وليست مهضومة. هذا من أعظم هضيمتها، وهذا من أبرز وأشنع مظالمها أيها الإخوة، أو مظلومياتها، أن تزوج وأن تنكح بنت 20 أو من دون ذلك أو ما يقارب ذلك أيها الإخوة من ابن 70 و80. ما عساه أيها الإخوة ابن 70 و80 أن يوفيها من حقوقها؟ ما عساه؟ تقريبا لا شيء، إذا استثنينا المسألة المادية بما يتعلق بالنفقة، ما عدا ذلك لا شيء تقريبا. ما هو الموقف الفقهي أيها الإخوة من هذه المسألة؟ أحسب أن هذه المسألة أيها الإخوة ستشكل أيضا حالة أو نموذجا للاجتهاد الفقهي، وما يتعاناه وما تعاناه من قصور في النظر وقصور في التناول. الفقهاء ليسوا معصومين أيها الإخوة، وليسوا كاملين، والاجتهاد الفقهي تاريخياً ليس اجتهاداً يلقي بالكلمة الأخيرة في فهم النص وفي القول في النص أو في النصوص أيها الإخوة. للأسف كثير من العلماء قديماً وحديثاً يجعلون وكدهم ونظرهم أيها الإخوة إلى مسألة نص بسيط ساذج معرّن أيها الإخوة، أو مقصن عن الشروط الحيوية والنفسية والمجتمعية والثقافية للموضوع قيد الدراسة، وما هكذا تورد يا سعد الإبل، وما هكذا تورد يا سعد الإبل، ما هكذا ينبغي أن يكون الاجتهاد والنظر أيها الإخوة الهادف الاستنباط أحكام أرحم وأرأف وأحكم شارع لا إله إلا هو، ما هكذا. طبعا بداهة أعتقد أنه بالبداهة أيها الإخوة يجد المرء مثقفا كان أم غير مثقف، عالما كان أم غير عالم، مسلما كان أم غير مسلم، أن هذا الأمر فيه ما ينكر وفيه ما يرد. أن تدفع بنت 20 إلى ابن 80 أو 90، هذا أمر لا ينسلك في ذهن محترم، وفيه ظلم واضح وهضيمة عظيمة لهذه المسكينة، وجناية عليها وعليه أيضا وعلى الذرية إن كانت ذرية، جناية على أطراف ثلاثة، مثل هذه الزيجات جناية على أطراف ثلاثة.
ما هو الموضع العتيد الذي ينبغي أن تناقش أيها الإخوة فيه هذه المسألة؟ إنه موضوع الكفاءة. الفقهاء للأسف درجوا على التفريط وعلى التساهل فلم يعدوا هذه المسألة أو هذا الموضوع من شروط أو من خصال الكفاءة. تكلموا عن الدين وهو حري بأن يتكلم بلا شك فيه، أي التدين، الدين بمعنى التدين، كصالحة لفاسق، الفاسق ليس كفءاً للصالحة، خلافاً لمحمد بن الحسن. على كل، تكلموا في الدين، تكلموا في النسب، تكلموا في الحرفة أيها الإخوة، تكلموا في الحرية، كما تكلموا في اليسار أو في الغنى، الحنفية والحنابلة مثلاً، تكلموا في هذه الشروط. واختلفوا بعد ذلك اختلافاً يسيراً، هل خصال الكفاءة هاته أيها الإخوة تمثل شرط صحة لعقد النكاح أو شرط لزوم؟ أكثر متقدمي الحنابلة نظروا إليها على أنها تمثل شرط صحة، بمعنى أنها إن تخلفت العقد باطل، العقد فاسد، وهذا قول أيها الإخوة لم يدرج عليه معظم العلماء والجماهير، حتى متأخرو الحنابلة تركوا الصحيح وهو قول جماهير العلماء أن خصال الكفاءة أيها الإخوة تشكل شرط لزوم. معنى كونها شرط لزوم أن لمن له الحق أيها الإخوة أن يقف، يعني يوقف بالعامية، أن يقف العقد، فيصبح العقد غير نافذ بل يصبح عرضة للفسخ إلا أن يتسامح صاحب الحق بإسقاط حقه. والآن هذا حق من أيها الإخوة؟ الكفاءة حق من؟ الصحيح وهو قول جماهير العلماء أنها حق مشترك، حق للزوجة وحق لأولياء الزوجة، حق للزوجة وحق لأولياء الزوجة. ما يلفت النظر في هذه المسألة أن السادة الفقهاء قالوا هي حق مشترك للزوجة ولأوليائها لما يلحقهم أو لما عسى أن يلحقهم من معرة بتزويج ابنتهم أو موليتهم من كانت في ولايتهم، قد لا تكون ابنة قد تكون قريبة، المهم هي مولية وفي ولايتهم بتزويج موليتهم أيها الإخوة غير كفء. وهذا كلام صالح في الجملة، لكن كان ينبغي أن يضاف إليه ما هو أهم من أيها الإخوة، إنها حق أيضا للزوجة لحاظاً أو اعتباراً لاستقرار الحياة، حتى تستقر الحياة، وجعل بينكم مودة ورحمة. والأصل في الزواج أنه عقد مؤبد، الأصل فيه أنه عقد مؤبد، وهذا مطمح النظر. والطلاق أبغض الحلال إلى الله، إذن ينبغي أن يراعى من شروط وخصال الكفاءة ما يراعى أيها الإخوة نظراً وتلمحاً ولحاظاً لماذا؟ لاستقرار الحياة الزوجية وهناءة الطرفين، وهناءة الطرفين. فإذا أخذنا هذا بالاعتبار، وينبغي أن يؤخذ أيها الإخوة بكل حال، وجدنا بالبداءة هنا أو باستنباط يسير أن زوجة تتزوج من رجل لا يكافئها نسبا ولا يكافئها يسارا أو غنا، لكنه يكافئها سنا، هي شابة وهو شاب، أو هي شابة وهو كهل، وسنعود إلى هذا، يمكن هذا يتسامح فيه أن تكون شابة وهو كهل، هذا قريب، الأمر واسع. وبتعبير العلامة الإمام الماوردي رحمة الله عليه، أقضى القضاة ألا يختلفا في الطرفين، فإن اتفقا في طرف فلا بأس. ولذلك أيها الإخوة الكهل كفء للشابة، ممكن هذا قريب جداً، لكن لا يكون العجوز أو الهرم كفؤاً للشابة، إنهم أو إنهما متباعدان في الطرفين. وحتى تضح هذه الفكرة أيها الإخوة، الشباب من البلوغ إلى 30 حتى نعرف من هو الشاب، فلسنا شباباً، وإن أعجبنا هذا لسنا شباباً بعده. الشباب من البلوغ إلى 30، والكهول أو الاكتهال من 30 إلى 50، أمثالنا كهول أيها الإخوة، كلمة تخيف بعض الناس كهل، لا، الكهل هو أخو الشاب، الكهولة من 30 إلى 50،
والشيخوخة من 50 إلى 70 في المشهور، ومن 70 حتى القبر حتى الوفاة الهرم، يقال شيخ هرم من 70 إلى، هذا هو التقسيم المشهور خاصة لدى الفقهاء. فالكهل يمكن أن يتسامح في شأنه ليكون كفءا للشابة، لأنهما يلتقيان في طرف ويتباعدان في آخر. أما أن يتباعد في الأطراف جميعا كأن يكون شيخا أيها الإخوة أو هرما ويتزوج شابة، هذا بعيد جدا، وهذه جناية عظيمة، وكما قلنا داهية ما لها من وأهية، إلا ما يكون من رحمة الله ولطفه سبحانه وتعالى. فهذه الشابة لو تزوجت هذا الشيخ أو الهرم أيها الإخوة الذي يكافئها نسبا ويسارا وحسبا، لكن لا يكافئها سنا أيها الإخوة، الحياة لا يرجى لها الاستمرار ولا يرجى لها الاستقرار، بالعكس أدنى وأحرى بالاستقرار والاستمرار حياة شابة أيها الإخوة مع شاب يكافئها سنا ولكن ليس كفؤا لها لا حسبا ولا نسبا ولا مالا. الحياة هنا بالعقل بالبساطة، بالحكايات وبالمشاهدات، هي أقرب وأدنى إلى الاستمرار والاستقرار. العوامل هنا أيها الإخوة التي تتهددها أقل، أما العوامل هناك فهي أكثر بكثير، وفي رأسها أيها الإخوة صفة الجمال، صفة الجمال. وما عسى يبقى من جمال الشيخ الكبير أو الهرم الفاني، الهم كما يقول العرب، هم هارم فان، شيخون على حافة قبره، ما عسى يبقى من الجمال. وبلحاظ ذكي أيها الإخوة أو بلفتة ذكية، الإمام النووي رحمة الله عليه في روضة الطالبين حين عرض لخصلة الجمال، ورجح أن الصحيح أن الجمال ليس من خصال الكفاءة خلافا للروياني، الإمام عبد الواحد بن إسماعيل الروياني إمام عصره من أعظم تلاميذ القفال، وهو إمام الشافعية أيها الإخوة في وقته رحمة الله تعالى عليه. الروياني اشترط أيها الإخوة ماذا؟ السن شرطا في الكفاءة. عجيب أنه يتحدث عن الجمال ويعترض على الكمال بكلام الروياني رحمة الله عليه في الشيخوخة في السن، لماذا؟ هذا تلفت ذكي من النووي، كأنه يقول الجمال يعادل الشباب، الجمال يقابل الشيخوخة، ما الذي يبقى من جمال الشيخ أو العجوز، امرأة عجوز ورجل شيخ، ما الذي يبقى؟ إن علو السن أيها الإخوة يضمحل معه الجمال، فلا يبقى منه إلا مثل آثار الوشم في معصم اليد، شيء يسير جدا جدا لا يعبأ به، ويعود الإنسان شيئا آخر، يضمحل جماله ويذهب بالكلية إلا قليلا. فالنوى هنا أيها الإخوة عادل بين الأمرين، عادل بين الأمرين، بين الشباب وبين الجمال، وهذا كلام صحيح، فالأمران معتلقان تماما. وهنا أيها الإخوة لننظر إلى الجانب النفسي، هذه المسألة إنجاز التعبير في نظري هي مسألة حيوية نفسية اجتماعية، وهي أكثر من ذلك، يعني بايو سايكو سوسيولوجية كما يقولون، إنجاز التعبير من جانبها النفسي. أليست المرأة تميل وتشغف بالجمال كما يميل إليه الرجال ويشغفون به؟ بلا شك هي كائن عندها تحسسها للناحية الاستتيكية أو الجمالية بلا شك. والعرب لهم حكايات أيها الإخوة وأشعار كثيرة جدا جدا في ذم الشيب، لأنه علامة أيها الإخوة على اضمحلال الجمال وانحلال القوى، كلام كثير ويعتبون فيه على النساء أيها الإخوة، لأنهن لا يحببن الرجل الأشيب، كأنهم هم يحبون المرأة الشيباء. مستحيل. روى الجاحظ وابن قتيبة في عموم الأخبار، الجاحظ المحاسة والأضداد، عن العتبي قال: كنت رجلا كثير التزوج فمررتم يوما بامرأة أعجبني منظرها، هكذا دون أن تسفر، منظرها أنها شابة ومتماسكة، قال: فأرسلت إليها أسألها هل هي مزوجة يعني متزوجة، فردت ألا، قال: فصرت إليها ودللتها على نفسي وعرفتها بي وبمحلي يعني مقامي ورتبتي حيثيتي الاجتماعية وبمحلي، فقالت: حسبك قد عرفناك، غير أن هنا ما تحتمل في شيء لابد أن تتحمله. قلت: وما هو؟ قالت: بياض يسير في مفرق رأسي،
شوي في شيبات هنا. قال: فثنيت عنان فرسي وانطلقت. فقالت: عد أيها الرجل. شابة ذكية، شابة، لم تتم العشرين كما قال الراوي نفسه صاحب الحكاية، لم تتم العشرين، لكن العرب كانوا أمة حكمة ليس كعرب اليوم. انتبهوا اليوم، والله لا تجد عند زعماء العرب لو وضعتهم في قارورة جميعا أو في صندوق حكمة هذه الشابة الصغيرة. أمة تخبلت أيها الإخوة في زعمائها وقادتها على مستويات كثيرة. هذه ستسمعون العجب، أمة ذكية جدا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هؤلاء هم الذين هم وأسلافهم الذين حملوا الدين وفقهوه وعرفوه. كانت أمة عظيمة، كرم وعلم وحس وذكاء وشفافية وألمعية ولوذعية وعبقرية، أمة عجيبة كانت. قالت: ارجع. قال: فلما رجعت أسفرت عن وجه كفلقة القمر وعن ضفائر وشعر كالحمم، أسود عظيم ما فيه إيه أثر للشيب. قالت: هذا هو شعري، لكننا كرهنا منك عافاك الله مثل الذي كرهت منا. أنت رجل شيخ مبين عليك، تتقدم إلي لماذا؟ لماذا أخذك؟ لماذا أتزوجك؟ كما تحب أنت الشباب أنا أحب الشباب أيضا، لا أحب شيخا كبيرا. وعلى الرجل أن يفهم هذا. أنا لا أدري أيها الإخوة لما كان العرب يشتكون، ولما لا يزال بعض الناس يشتكي اليوم من هذه الطباع السيئة في النساء وفي الغواني وفي الحسان، إنها طباع الرجل أيضا. أتريد أن تعيش عمرك وعمر غيرك كما يقال؟ انتهى، أنت عشت عمرك، أترك ابنك وحفيدك أن يعيش عمره أيضا وأن يتمتع بشبابه مع شابة تليق به. تريد أن تأخذ كل شيء؟ هذا طمع وعدم نضج. أنا أعتبر أن هذا من عدم النضج الانفعالي، من عظم النضج العقلي والنفسي. لكل دورة أيها الإخوة مقتضياتها النفسية والاجتماعية والثقافية، انتهى. عش حياتك، عش مرحلتك، لا تتعدى. لكن هذه قرعته وأنبت بلطف. قالت: ولكننا كرهنا منك عافاك الله مثل الذي كرهت منا. وأنشدت، عجيب، هل هذا لها أو تنشده؟ الله أعلم. قالت: رأيت شيب الرجال من الغواني بموضع شيبهن من الرجال. شيب الرجال يعني عند الغواني، عند الفتيات مكروه تماما كما هو شيب الغواني مكروه عند الرجال. رأيت شيب الرجال من الغواني بموضع شيبهن من الرجال. حصيفة. يروي أهل الأخبار أيها الإخوة بأبي الفرج وأيضا ابن قتيبة وغيرهم أن الحارث ابن سليل الأسدي سيد وزعيم ومقدم بني أسد في زمانه أيها الإخوة، الحارث ابن سليل الأسدي أتى علقمة ابن خصف العبدي وخطب إليه ابنته الزباء، وكانت فتاة فتية جميلة حسناء. فدخل على زوجه علقمة ابن خصف العبدي وقال لها: أي فلان، إن الحارث ابن سليل سيد بني أسد حسبا وموضعا وبيتا، وإنه قد رغب إلينا في ابنتنا الزباء، فلا يعودن إلا بحاجته. لا نريد أن نخيب هذا الرجل ولا أن نكسر خاطره ونخيب رجاؤه فينا، فلا يعودن إلا بحاجته. هذا العرب، هذا في الجاهلية عرب، فصاح وحكمة وذكاء. وترك الأمر لمن؟ للأم، لأنه يعلم أنها أدنى إلى إلى إقناعها وتليينها وغلبتها على أمرها المسكينة. فدخلت عليها أمها، انظروا الأم والبنت الآن والمحاورة اللطيفة العجيبة. فقالت: أي بنية، أي الرجال أحب إليك؟ أي الرجال أحب إليك؟ السيد الكهل الجحجاح. السيد الكهل، في الحقيقة لم يكن كهلا، كان شيخا، لكن تريد أن تغرها من نفسها. قالت: السيد الكهل الجحجاح. الجحجاح هو الباسط اليد أيها الإخوة، بالندى والكرم يعطي، وقد كان الحارث بن سليل هكذا، كان سيد قومي حقا. الجحجاح، المعطي الندي المناح كثير العطايا. أم الفتى الوضاح، جميل وجهه كورقة الكتاب كما يقولون، فتى جميل، لكن هذا سيد جحجاح عنده مال. قالت: أي أمتاه، إن الفتاة تحب الفتى كما يحب الرعاء أنيق الكلى.
خاتم. واضح جدا. فتاة ماذا تحب؟ ماذا تريد من جحجاح شيخ كبير؟ تريد أمواله ونعمه؟ لا تريد هذا. الفتاة تريد فتى يقاربها ويلبي رغائبها النفسية أولا والحسية ثانيا. قالت: يا بني، تراوضها وتغرها عن نفسها، يا بني إن الشاب شديد الحجاب كثير العتاب. شديد الحجاب لأنه ماذا؟ وافر الغيرة، يغار. وعلى فكرة الشيوخ لا يغارون عشر معاشير الشباب، لأن هذه الغيرة في نهاية المطاف تعبير عن سلطة، والسلطة تريد مبررات، المبررات ضعيفة هنا، انتبهوا. لذلك تكثر الدياثة في الكبار الذين يتزوجون صغارا، معروف هذا في التاريخ وفي الاجتماع وفي كل أمة. وكانت تعرف هذه زوجة علقمة، فقالت لها: إن الشاب شديد الحجاب دائما يستريب فيغلق ويمنع، لأنه يغار، يغار جدا حتى من نسمة الريح، كثير العتاب، يبقى يحاتب ويراجع ويحاسب ويحاقق ويشاحح. فقالت: يا أمتا، أخشى من الشيخ، انظروا فتاة الحكيمة الزباء، أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي. الله أكبر، ما هذه الكناية العجيبة؟ تقول: أخشى ألا يفي بحقي وبحظي، وألا يقوم بحظي الحسي، فيقودني هذا إلى ماذا؟ أو فيقودني هذا إلى ماذا؟ إلى مواقعة الفاحشة. انظروا: أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي ويبلي شبابي، حيضيع شبابي مع شيخ ضعيف مسكين ليس عنده شيء، ويبلي شبابي ويشمت بي أترابي. يقول الرواة: فلم تزل بها حتى غلبتها وأنزلتها عن رأيها، فتزوجها الحارث بن سليل واحتملها إلى قومه، ودارت الأيام، فبينه هو جالس في مظلة له، مظلة له في الضحى أيها الإخوة، وهي إلى جانبه، إذ أقبل فتيان شباب أسداء، أشداء من بني أسد، يعتلجون يتصارعون، شباب فيهم حياة، وفرة الحياة، يعتلجون. فتنهدت، تنفست، ثم بكت، لم تستطع أن تكتم أكثر من ذلك. فقال: ما الذي أبكاك؟ فقالت: مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ. شوف هاي الشباب، شوف كيف الاعتلاج والقوة، شيخ ينطق ضعيف جدا غير متماسك، لا يستطيع حتى أن يعلق على رجلي كما نقول. قالت: سيب الفحالي، مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ. قال: لا أم لك، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. فذهبت مثلا، قلت ضرب هذا المثل لنفسه كأنه يقول لها: انتهى، أنت مصرحة، طلقتك، لا أريدك حتى وإن اشتهيتك، حتى وإن تمنيتك، لأن الحرة وكذا، الحرة الحرة تجوع ولا تأكل بثدييها، لا تعمل ذئرا. ولم أرى أكثر، أو كل من حقق الكتاب عرف توجيه هذا المثل في هذا الموضع، هذا توجيهه. يقول لها: إذن لا أريدك بعد، انتهى مباشرة. قال: لا أم لك. هذه كرامة العربي، ليس كذاك الذي جاء يشكو من أنه تقريبا وقع على زوجه والعياذ بالله في حالة زرية جدا، ثم هو يبكي ويوسط الشفعاء لكي يعيدها إلى ذمته. ما هذا؟ ما هذه الديوثية؟ هذا عربي وهذا عربي، انتبهوا، هذا عربي مسلم محمدي، للأسف محمد بريء من هؤلاء الديوثين، وهذا عربي جاهلي، من أجل كلمة قال لها: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. كم من غارة شهدتها، وسبية أردفتها، وخمرة شربتها، الحقي بأبيك لا حاجة لي بك. يلا طلقها مباشرة، انتهى كل شيء. لكن عرف في هذا المعنى أيها الإخوة ما رواه الميداني والمفضل الضبي في أمثاله عن فتاة أيضا شابة، فتية تزوجت من شيخ كبير ضعيف، ابن 70 75 80 سنة، وشابة في 20 من عمرها تزوجت. فبين هي جالسة معه ذات يوم، إذ أقبل شباب جعلوا ينتعلون من قيام، الشاب طبعا بيلبس الحذاء وبيخلع الحذاء وواقف، جعلوا ينتعلون من قيام. فقالت: حبذا المنتعلون من قيام. والله شيء حلو هذا، شوف ما شاء الله، هو لا يستطيع المسكين،
بيجيبوا له كرسي وكذا وشوي شوي وبلبسوا رجليه والجرابيه، انت ضعيف. فقالت حبذا المنتحرون من قيام، هذا لم يكن عنده كرامة الحارث ابن إيه سليل الأسدي. قالوا أنا أنتعل من قيام. فقام المسكين لينتعل، أكرمكم الله فطرت. فقالت من رام الباطل أنجح به. شوف حكيمة، من رام الباطل، هذا باطل في حقك، باطل، لا تستطيع أن تنتعل من قيام، أيامك ولت يا حبيبي، انتهيت. ابن 80 سنة لا يستطيع أن ينتعل من قيام. فقالت له من رام الباطل أنجح به. شوف الكلمة الحكيمة. فذهبت مثلا إلى اليوم، هذا مثل من رام الباطل، يعني لا تعالج. قالك إذا إيه، إذا لم تستطع أمرا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، لا تحاول ما لا تستطيع، انتهى، هذا ليس يعني مما يناسبك ولا مما ي... فالبنات بلا شك أيها الإخوة والفتيات يحببن إيه، يحببن إيه المقاربة في السن بلا شك، أن يكون زوجها قريباً من سنها، على الأقل يتفقان إيه في طرف كما قلنا، كاهل لشابة أو شاب لشابة يكون أحسن أيها الإخوة، وليس شيخ أو هارماً هماً على حافة قبره لشابة صغيرة، هذا شيء عجيب جداً جداً. قال علقمة الفحل، علقمة ابن عبدة المعروف بعلقمة الفحل مقابل علقمة الخصي، علقمة إيه الخصي، قال فإن تسألوني عن النساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، إذا قل مال المرء أو شاب شعره فليس له في ودهن نصيب، يحببن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن حجيب، يحببن جدا يعجبهن، هذا معجب يعجب النساء جدا، ماذا؟ شرخ الشباب، أن يكون زوجها وأبو بكارتها وأبو أولادها أن يكون شاباً هذا شيء عجيب، هذا شيء عفواً طبيعي ومعروف، قال أنا أعرف هذا والكل يعرف هذا. في زمن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيها الإخوة والأخوات، تزوج شيخ كبير فتاة صغيرة ففاركت أي كرهت، فاحتالت عليه ثم قتلت. طبعاً الصغيرة على الأقل إن كانت وفية وبنت ناس وأصول تعد على زوجها الشيخ أيامه، وقتيش يموت ونتخلص منه ونتحرر ونزوج غيره، تعد أيامه، هذه الوفية. أنا أعرف قريبة لي وكانت مضرب المثل في الجمال أيها الإخوة، رحمة الله عليها، ماتت في شبابها، زوجها أبوها غفر الله له برجل في مثل سنه، وهي مضرب المثل يتمناه، هذا قبل سنوات بعيدة، يتمناها أي أي شاب أيها الإخوة، وقد تقدم إليه كثيرون، بنت ناس وبنت أصول أيها الإخوة، وعلى جمال بارع، زوجها من شيخ في مثل سنه زواجا هو أشبه بالشغار، ليأخذ هو إيه لابنه من بناتهم من غير مهر، وهذا حرام جهل. فظلت رحمة الله عليه، طبعا ماتت بأمراض، أصيبت بأمراض من الهم والحزن والكمت الدائم، وكانت نعمة المرأة لزوجها، الرجل دائما كان يحلف كما يقال بعمرها لكثرة وفرة برها أيها الإخوة وتصرفها بكرم وأصالة معه بحسب أصلها وتربيتها، لكنها كانت مغمومة مكمودة ممرورة محزونة أبدا على نصيبها وقسمتها، وتقول إن سامحت أبي في كل شيء لا أسامحه في هذا الشيء. طبعا يا أخي طبعا دمرها. لماذا؟ لماذا؟ لماذا تدفعه إلى شيخ كبير وهي غير بائرة ولا مقبوحة ولا مذممة؟ جهل وظلم والعياذ بالله، وهذا لا يزال يحصل في بعض الأصقاع في عالمنا العربي والإسلامي والعياذ بالله، خاصة الأصقاع التقليدية فعلا الرجعية المتمسكة ببعض التقاليد المخالفة للدين والعقل حتى الأعراف المستحدثة، شيء عجيب. قالت لا أسامحه في هذا، ظلت تقول هذا، ماتت المسكينة وهي في حدود 40 فقط، ماتت بأمراض وزوجها عمر بعدها طويلة، هذا العجوز ماتت، قصف عمرها من الهم والغم والكمد. ولذلك أيها الإخوة، هذه المرأة في زمان سيدنا عمر الخطاب رضي الله عليه قتلت زوجها، فبلغ الأمر عمر بن الخطاب فقام في الناس خطيبا مغضبا، قال أيها الناس ليتزوج الرجل لمته من النساء، والأفصح لمته كما قال الخطاب في إصلاح غلط المحدثين وليس لمته، ليتزوج الرجل لمته من النساء. ما معنى لمته؟ التي تقاربه سنا، خذ من هي مثلك في السن، لا تأخذ فتاة صغيرة وأنت شيخ كبير، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال،
قال هذا هو السبب إذن، التفاوت البعيد في السن أحدث إيه مثل هذه النتيجة الفظيعة. أعجب من هذا ما ذكره إيه صاحب نثر الدر، أن امرأة شابة تزوجت من شيخ ضعيف مسن متهدم، فلما أتاها ضمته إليها فكسرت أضلاعه. هذا حصل في خلافة الأمير علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه، فرفع إيه أمرهما إلى الإمام علي عليه السلام، فقال يا لها من امرأة، وصفها بكلمة أجلكم عن سماعها، يا امرأة، ثم جعل الدية على عاقلتها، على أقربائها، يا العصبات يدفعون الدية. طيب أنت تزوجتني، أنت قدها، كسرته فضمته، ممكن تعمدت هذا، فكسرت أضلاعه. المسكين هو يظن نفسه شابا وقويا ويستطيع أن يحصن النساء. قال أبو الفرج جمال الدين إبن الجوزي، قال هذا مثل الفجر الكاذب. فكر حال عنده أخوك يقول أنا أستطيع أتزوج، إيش تزوج؟ مثل الفجر الكاذب، فجر كاذب ثم يعقبه ماذا؟ ظلام حالك، ينبلج عنه إيه؟ الفجر الصادق. هنا ما في انبلاج، في قبر. المهم، لكن هذا مثل الفجر الكاذب، وهم كبير، هذا وهم أنه يستطيع. كنت تستطيع أنت هذه الأيام، هذه طبيعة الدنيا، عش مرحلتك كما نقول، ارضى بمرحلتك وابحث عن متعتها فيها وبشروطها وموجباتها ومقتضياتها. الكلام كثير في هذا الباب أيها الإخوة، كلامك والحكاية أكثر في القديم والحديث. المهم أيها الإخوة، أحب، باقي لدينا أقل من 10 دقائق، أحب فقط أن أقول الفقهاء لم يغيبوا أو لم يغب عنهم هذا الأمر بالكلية، لاحظوا لأنه مما ينبغي أن يلحظ، هو يفقه العينين الثنتين وليس الواحدة، لاحظوا تماما، ولم يخلوا كتبهم ومدوناتهم الموسعة المبسوطة أيها الإخوة، ولا حتى ربما الوجيزة من إشارات، لكن لم يذكروا على أنه شرط من شروط الكفاءة أو خصلة من خصالها، إنما ذكروا أيها الإخوة من باب الوصاة والنصح، يعني ينصحون الأولياء لا تزوجوا بناتكم إلا إلا ممن يقاربهن سنا، من باب الوصية، من شاء أخذ بها ومن لم يشاء أسخطها وتركها، وكان حريا بهم أن يتركوا هذا التفريط وهذا التساهل أيها الإخوة، وأن يجعلوا ضمن خصال الكفاءة. لماذا؟ حتى تحرز البنت أو المرأة حقوقها أيها الإخوة، نعم، حتى إن زوجها أبوها من رجل لا يكافئها سنا، التفاوت بعيد جدا، وقفت هي العقد، قالت لا أنا لا أمضي، ورفعت الأمر للقاضي، فالقاضي ربما حكم بالفسخ، القاضي ربما حكم حكم بالفسخ أيها الإخوة. هذا من حقها، هذا الفرق بين وصية وبين أن تقول لي هو خصلة من خصال الكفاءة. نحن ندعو، هذا محصل خطبة اليوم، أن يكون هذا من خصال الكفاءة. معظم الفقهاء أكثر من 99% بكثير طبعا تقريبا كل الفقهاء من القدماء باستثناء اثنين، أنا لم أقع إلا على اثنين، الإمام العلامة الروياني رحمة الله تعالى عليه، وأخذ القضاء الماوردي الذي كان دون الروياني، مع أنه سابق عليه بقليل في الزمن، بقليل جدا كان دون الروياني صراحة. الروياني صرح أيها الإخوة باشتراط التكافؤ في السن، قال لابد أن يكون في مكافأة في السن، صرح بهذا رحمة الله تعالى عليه، صاحب الكتاب العجيب البحر وهو بحر حقا رحمة الله عليه، لكن النووي قال الصحيح خلافه. لا، أما الإمام الشافعي الصغير الشهاب الرملي في نهاية المحتاج فقال رحمة الله عليه وهو ضعيف، هذا القول ضعيف لكن ينبغي مراعاته، متردد بين النصيحة وبين كما قلنا الحكم الفقهي، لا نريد نصائح ووصايا، نريد حكما فقهيا ملزما حتى يمكن تقنينه بعد ذلك. على فكرة الآن بعض القوانين في بعض البلاد، وهي بلاد معدودة جدا ربما لا تزيد على 3، قننت لهذه المسألة، نعم، وصرحوا بأن التكافؤ في السن ينبغي أن يراعى وهو شرط خصلة من خصال الكفاءة. نحن مع هذا الرأي تماما أيها الإخوة. الإمام أخذ القضاء الماوردي رحمة الله تعالى رحمة واسعة، قال إن لم يكن التفاوت بعيدا، إن لم يكن التفاوت بعيدا، فقال لا يعتبر هذا خلاص. أما إن كان التفاوت بعيدا بحيث يختلفان في الطرفين على ما شرحت لكم، فقولان، قول يقول يعتبر
وقول يقول غير معتبر لأسباب ذكرها الموردي غير معتبر وهي تماما المقام يضيق عن إيه ذكرها وردها وهي وغير علمية بالمرة. أسباب ثلاثة غير علمية بالمرة أيها الإخوة. فهذا إيه ما كان منهم. أما المعاصرون فقد وجدت أيضا عددا منزورا منهم صرحوا بأن هذا من خصال الكفاءة، في مقدمهم العلامة المرحوم والأصولي البارع محمد مصطفى شلبي الأزهر المصري رحمة الله عليه في كتاب أحكام الأسرة، قال في الأخير ينبغي أن يراعى هذا على أنه مما استجد به العرف وأوضاع المجتمع أيها الإخوة موضوع السن، قال والثقافة أيضا على أنه من خصال الكفاءة التي تتبع تغير الأعراف، كما أن أكثر ما اشترطوا لم يدل عليه نص من كتاب وسنة صحيح صريح، وإنما اتبعوا فيه ونزلوا على مقتضيات أعراف زمانهم، وهذا كلام مستجود إلى الغاية. ومنهم أيضا العلامة الفقيه صاحب الفتاوى الذائعة والطائرة عطية صقر، توفي قبل سنتين رحمة الله عليه الأزهري العريق رحمة الله عليه في موسوعته المباركة الأسرة تحت ظلال الإسلام في 6 مجلدات، في المجلد الأول ذكر هذا على أنه خصلة من خصال الكفاءة وهكذا عنوان لها الكفاءة في السن، وهذا كلام طيب. وكتب الرجل زهاء 3 أو 4 صفحات في الموضوع رحمة الله عليه. وأخيرا هذا كل من وجدناه العلامة الشامي والفقيه الموسوعي محمد رواس قلعجي نفع الله به وأمتع بطول عمره في موسوعته أيضا الفقهية الميسرة اهتم بهذا الموضوع وذكر التكافؤ في السن موسطا إياه أيها الإخوة موسطا إياه بين خصال الكفاءة فجعله تحت رقم 3 قبل أشياء كثيرة. قال التكافؤ في السن فلا تزوج شابة من شيخ كبير، وعلل لهذا بكلمة واحدة ومضى الموضوع عنده مقطوع، قال لأنه عاجز عن إحصانها انتهى، قد يقودها إلى الفاحشة والعياذ بالله. هذا يذكرنا بما قاله المرداوي الحنبلي في منظومته أيها الإخوة في الآداب رحمة الله عليه منظومة الآداب، قال ولا تنكحن إن كنت شيخا فتية ولا تنكحن إن كنت شيخا فتية تعش في ضرار العيش أو ترضى بالردي. ما هو الردي؟ الزنا. إما أن تعيش منكدا منغصا عليك لما قد تعلمون طبعا، وإما أن ترضى والعياذ بالله بأن يكون الأبعد ديوثا، لأنها تأتي الفعل الردي ربما غلبها والعياذ بالله حرمانها وجوعها الحسي على أن تقارف الفاحشة. قال العلامة السفاريني في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب معقبا على قول الماتن أو الناظم، قال والديوث كما هو معلوم من أهل النار لا يدخل الجنة. فالمسألة خطيرة، فلا بد أن يعاد النظر في هذا الموضوع أيها الإخوة للاعتبارات المذكورة وغيرها كثير مما ضاق عنه المقام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما فيه بلاغنا ونفعنا في دنيانا وآخرتنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة، غدًا إن شاء الله تبارك وتعالى أول أيام العشر والفجر وليال عشر، في القول المشهور المفسرين المؤولين وفي الحديث الصحيح ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من أيام العشر، صياما وقياما وصدقة وتلاوة وأعمال بر من كل وجه. فنسأل الله يعيننا أيها الإخوة على أعمال البر وإتيانها والإزدلاف إلى حضرة الرحمن الرحيم بها إن شاء الله. أيها الإخوة، يسعد الحاج أيها الإخوة ومن حل الحرم وما حوله في هذه اللحظات وفي هذه الأيام والليالي المباركات الزهراوات بما من الله عليه، ويشقى ويكمد أهل فلسطين حجاج غزة بما هم فيه من حصار ظالم اجتمع على ظلمهم فيه العرب قبل اليهود قبل الصهاينة، فإن لله وإن إليه رجعون. والله الذي لا إله إلا هو في هذا اليوم الكريم، إن الذي يحدث لشعبنا وأهلنا والله الذي لا إله إلا هو
يجعل الحليم حيران، وكما نقول بالعامية يضع أي عقل الإنسان في كفه، شيء لا يفهم. ماذا تفعل الشعوب؟ لا أقول ماذا تفعل الحكومات، هؤلاء مليون مرة لكثرة ما قلنا مللنا حتى أن نتكلم في هذه الموضوعات أو أن نعقب عليها. انتهى، قد يئسنا منهم كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا أمل فيهم، عجل الله بذهابهم وطي سلطانهم واضمحلال دولهم. اللهم أمين. الدول مش معناها الشعوب، الدول يعني إيه؟ فترة حكمهم. عجل الله باضمحلاله وطي بساطها من عند آخرهم. لا نستثني أحدا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا وإخواننا مغلوبون مظلومون فانتصر لنا، ونسأل الله هبة لهذه الشعوب المسكينة التي صارت شعوبا من غنم بل همل النعم والعياذ بالله تبارك وتعالى، أن تصبح شعوبا من بشر، شعوبا إيه لها آدمية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر لنا وارحمنا وتول أمرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وانصر عبادك الصادقين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين، وأذل لهم من عدوهم فإن ذلك لا يعجزك. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.